كثير من الأنبياء غابوا عينا مثل إمامنا صلوات الله عليه، فنحن مأمورون بأن نؤمن بهذا الإمام الذي لا يهملنا ولا ينسانا، وكيف يهملنا؟ وهو راعينا، وهو الذي يهتم بشؤوننا، وهو الذي يجبر خواطرنا. بالله عليكم، أنت في قرارة نفسك، كل واحد منكم لما تقع في مصيبة تعلم أنه لا يحلها أحد، خلص ماكو حل، ماذا يرشدك إليه قلبك؟ فورا يروح ذهنك وين؟ فورا يروح نحو ذلك الإمام صلوات الله عليه وأرواحنا في ذلك. فتقول يا صاحب الزمان أدركني. وكم واحد منكم ومن أمثالكم من المؤمنين الكرام توجه إلى هذا الإمام ووجد إغاثته حاضرة سريعة.